في أكثر المناطق كثافة سكانية، تمضي ملحمة الخط الرابع لمترو الأنفاق دون ضجيج. أحدث ماكينات حفر الأنفاق العملاقة تشق طريقها لترسم ملامح مستقبل أكثر انسيابية وأمانا وفاعلية للنقل الجماعي في مصر. تعمل التروس في أحدث الآلات بجوار سواعد لا تمل لتنفيذ خط الهرم. لإنجاز هذا العمل على الوجه الأكمل، أحضرت مصر 4 ماكينات حفر أنفاق ألمانية الصنع من طراز TBM، وهي آلات عملاقة تعرف بقدرتها الخارقة وعملها الدؤوب المتقن في حفر الأنفاق بأقطار كبيرة في أدق الأماكن وأكثرها صعوبة. هي تحفر في أي نوع من أنواع التربة، كما تزيل المواد التي حفرت في الوقت الذي تحافظ فيه على مسار ومستوى ميلان الحفر، وعلى تدعيم النفق المحفور وتأمينه ضد مخاطر انهيارات التربة في أدق الاحتمالات. جهزت واحدة من هؤلاء داخل نفق محطة الأشجار، كما يجري استكمال الأعمال الإنشائية فور بدء الماكينات في العمل في محطات حدائق الأهرام والمتحف المصري الكبير، إضافة إلى كل المحطات في شارع الهرم. كل هذا للربط بين مدينة 6 أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة، مرورا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في أحياء الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة، المناطق التي تتطلب مهارة عالية ودقة في التنفيذ. بتمويل ياباني ميسر، ينفذ القائمون على الخط الرابع للمترو المشروع الضخم على مرحلتين، ويتوقع أن ينقل 2 مليون راكب يوميا، كما يسهم في أن تظهر المنطقة السياحية المحيطة بأهرامات الجيزة أهم معلم سياحي في العالم بما يليق بأهميتها التاريخية. قفزة جديدة نحو تنفيذ شريان نقل مهم يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين، وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، كما أنها قفزة قوية لحل إشكاليات النقل داخل القاهرة الكبرى بوسيلة نقل تضم أحدث المواصفات العالمية وتحقق أعلى مستويات الأمان، فهي إحدى أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة. محمد جمال، التلفزيون المصري.